حكيتها لزوج اختي، قلت انه ما اتوقع اكو زوج بالدنيا يدعم زوجته مثل ما بكر يدعمني وواقف وياي وبشغلي. مثلا صار عندنا اي اثنين اللي تصير بيناتهم مشاكل، اي يعني صارت زعله بيناتنا، اوكي قاعدين نفس هالقعدان هنا، هاي قاعده هنا ونقدم مساء صباح الخير عليكم اعزائي المشاهدين وما ادري شنو اسولف، وهاي بعدين اقول صباح الخير ايفا ايفا سوي. يلا نبلش الحلقه يلا. يلا زين مسؤولي نفس الشيء زعلانه وبكر هاي كاميرتنا. اوكي صباحكم الله بالخير اعزائي المشاهدين، راح نبتدي مشوار حلقتنا وياكم لهذا اليوم، ما عليكم الا تنضمون لنا اليوم عندنا الكثير من المواضيع، لكن بدايه خلوني اصبح على ايفا. صباح الخير ايفا. صباحكم خير مشاهدينا، صباح الامل صباح يوم صباح عليك شنو يعني ابدا بلا هيك على وقتكم. كل الوقت وياي تعلقت بك.